بمناسبة اليوم العالمي للغة، قولي لنا ايه اكتر لغات بتحبيها؟ العربي اول حاجة طبعا، وبس يعني هو العربي، بعدين بحب الانجليش، بس العربي بالنسبة لي اول لغة بحبها. اللغة العربية. بتتعلمي لغات تانية؟ انا كنت بدات اتعلم انجليش، بس مع الدراسه الموضوع صعب شويه فاجلتها شويه لحد الاجازه. بحب العربي يا عم، بس بحس ان هو فيه مشاعر كتيره وحروف كويسه بتعبر عننا، فبس اكتر حاجه بحبها. بتعلم انجليش وفرنساوي وشويه في سبانيش، بس لسه يعني لسه حب. هو العربي اكيد ده حاجه وامر مفروغ منه يعني، والانجليش والاسباني. الاسباني عشان هو اللغه سهله قوي وتعلمها سهل، وكمان في كلمات منها زي العربي. الانجليش بقى انا من وانا صغيره متعوده على الانجليش، ومامتي مدرسه انجليش، فانا من مولوده بحب الانجليش بس كده. الاسباني هو سهل في تعليمه، فترته ما بياخدش حوالي ما اعرفش حوالي 8 شهور او حاجه، من فروم اي تو زي، وبيتكلموا 35 دوله في العالم، يعني قاره امريكا الجنوبيه كلها بتتكلموا عدا البرازيل. طبعا اللغه العربيه عشان احنا مصريين، ممكن جيرمان برضو علشان، او دويتش علشان اتعاملت بيه شويه في سكندري، بس مش يعني ما كملتش بيه. انا بحب الانجليش عشان دراستي باللغه الانجليش، وانا بحب اللغات يعني، بحب دراسه الانجليش عامه. طب في لغات تانية بتحبيها؟ فرنش، عشان كنت بدرسها في ثانوي وكنت متعوده عليها، كنت بحبها قوي، هي سهله قوي يعني، ونطقها حلو برضو. الانجليش هو عشان خاطر هي لغه سهله قوي يعني، هي ما فيهاش قواعد كتير قوي، اي لغه تانية فيها قواعد كتير، وغير اصلا السكان بتوعها اصلا نفسهم مش بيتكلموا يعني، مش بيلتزموا قوي بيها، بيسهلوها قوي. اكتر لغه انا بحبها الانجليش، عشان بدرس بالانجليش وهي سهله بالنسبه لي.